جميل الصورة. قرب ما خوي بايو يقوم سيزارين تاوي بايو مع مصفى سيدنا يوسف عليه السلام أزيو زاد قرزي بين كجنة سواتش وقلبو أوزاد بايو أما أزيو زادو الله سبحانه وتعالى ندي بيم زنارو بيم حلف الله قوري دبلي لي حلوي بايو أزوغ سوزو يي جنة سواتش وقوي بايو تشغري لوزان جو إيل بايو إلا وعيد بلاي بايو أهداف لازانة يي انتقر و يزن حياش بلاي أزوغ سو روسا تشغر بلاي بايو ألاي أحد التايو انتقر وقوي لوزان إيل بايو بايو عمري زي أخوي ساساوش إيش عمري أزوزاد كياس بنتي بو أوزال خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا يي جنة استبيخوي إلا وأبد زيوار زالاش انتايو روسو زيو تشغر بايو ما رسول عليه الصلاة والسلام حديث ببايو ويبايو جنة استو بزالا چون إسالو كدا أزوك سو جهنم بزالا چون إسالو كدا يتكال حال ويبايو فينادي مناد يتكال حزال يتكال حال بايو يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا أخاخات جنة سؤاتو عيتي خوبي وي إلا وأبد خوم تنبري زاخات انتخو فلا تموتوا أبدا وصو زوتو موتو ميقو وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا أزوك سوزو كل ما سأم أفيد كان خشل من تا نتلو زالق لكم الوقميل وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا أزوك سو يلو حلوي بايو كل ما سأم يي زالق بو درنا نساتوا واحد نسات عمر بيتنا في زاخات انتقو أروس سوزو راب نتلو زالق لكم الوقميل حلوي بايو يشي يب جنة سؤاش لزد قالح ومزيمة مساوي بايو جنة سؤاج زناري يتستي لأي بزالا يختستي ميدب بزالا جبنا بايو وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء طولا في 7 أذرع عرضا زي قال لي كنت أصيح زيو ممكن تخونا البايو قلن زيو 60 ذراع بيح زد حزيو سأتي ذراع بيكون زالقنا البايو الجنة حق أي وجودها ثابت وهي مخلوقة الآن ولها 8 أبواب منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون يجنة ليخصود كتنبريات حلاوي بايو أزياس كتنبريات ما بين بي أحزو باب الريان لوزال انتا بايو يي باب الريان ما ناشكو بوزال انتا الله خاص إذا شير انتا بايو جنة بوزالاش مدينة بايو وشهيد المعركة يخير من أي أبواب الجنة شاء أن يدخل أزوك السوزو شهيد المعركة بزموتا الله دين منصر لين ذلك حرب بزموتا بايو دي شهيد المعركة يحل يي شهيد زيتا أباوي بايو سهد كتنبري زون كفت لوما تخشى زق جنة بو إلو بايو والجنة فوق السماء 7 منفصلة عنها بمسافة بعيدة ولها أرضها المستقلة وسقفها عرش الرحمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن من بايوم الله أتحبك نار جرى بايو رسول عليه الصلاة والسلام جنة أتحبك نار جرى فردوس جنة الفردوس يستخو أتحب روي بايت بي رسوله عليه السلام من دار روي بايو إتا جنة روي بايو جنة كل لهم باتنتا زالوا جنة درجات كل لهم زي قدر جنة زالة زي قدر زو يي جنة الفردوس ذاتنتا ديكا زو روي بايو عرش انتا روي بايو وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا طولا في عرض 7 أذرع حسان الوجوه فمن كان في الدنيا من المؤمنين ذميما تذهب عنه دمامته الله تعالى يجعله في الجنة كجمال يوسف الصديق عليه السلام يعطيه شبها بيوسف الصديق في الجمال الله سبحانه وتعالى اتأب دنيا به قور زليل يؤسعاتهم ببايو مؤمنات خان نار جرا جنة سبو أساء الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف سأكون بأشهر حبايو والذي كان قصيرا يذهب عنه قصره حدر زعل بخان نار جرم كل نزو حجير خان نار جرم جنة سبو أساء يحدر زو بحم السعو قلبو أمني البايو ويجعل الله تعالى في كل واحد علامة تميزه عن غيره أن هذا هو فلان حتى إن زاره من كان يعرفه في الدنيا يعرفه تلك الساعة
كل زيوم قرزي ويباي سيدنا يوسف قربي يخنالو ويباي يسا كل أحد زوم باتنتا أحد زو ألاي زو زيارة زاش يوسا حيبل حيبل انتابي لا يبازا الأسد أو الله ياشنا فلو يباي مع أنهم قرزي وما زاد قرز تقدر سيدنا يوسف عليه السلام الزيو زاد قر إسالة يقدزو من أشنا فلو كل أحد زوم أن مثلا جنة سخان خنارة جرا أن نتعي تاوك بازا الأسلحل أخاخات كل حد بوزاتهم أخاخات ندخل تاوك بوزاقو أحد أسلح الله ياشلح ياشلح ياشل بيباء جنة سؤاش ليك فإن أهل الجنة يتزاورون وتزاورهم يحصل إما بأن يطير بالشخص سريره حتى ينزل به أمام سرير الذي يريد زيارته فيجلسان متقابلين لأنه من سهولة السير هناك السرير الذي عليه بمجرد ما يشتاق الإنسان لصاحبه الذي يريد رؤيته يطير به بقدرة الله تعالى حتى ينزل به أمام سرير ذلك الشخص فيجلسان فيتحدثان أزوك السبايو جنة سؤاش لزاليو تستيات وأكننيات ما بين به أحد أبوي بايو مجرد قلب زوبي إتا الدنيا بي يتوادد زنارات الله اللي يتوادد زنار وسؤاته جنة بي أزياته قلب زوري قلب زوبي زيار موشاو جيزة منار جلوي بايو دفان يديج لحلوي بايو أزو دفان وخوي بايو كل ما سام أزو على سر بمنار جرا حفتي أكعب زال انت أزو مسلي خشب يمكن تحي توردي لحلوي بايو أزو لتبتنان سلاما يبحر لي اتجن يدفعن بياس لي بين مخوي ياس تحلمي بايو إلى عمان دي يزيار موشة خشا زال إحزو دي أنت عن زيار موشة خشا زال إحسي دي يدفعن ياس تيو حلمي بايو يبحر لي قيبل ماق يسا النار بايو ثم يطير به إذا أراد الرجوع إلى منزله وهذا هو معنى الآية على سرر متقابلين الله سبحانه وتعالى على سرر متقابلين زاي القرآن آية تفسير زوين تاوي بايو يا سروراج ما بي بايو دفاناج ما أتبيتوه يترى يزال الدفان حل يبر يزال الدفان حل بيزالو الله القرآن ببيان زاشرين تابايو وأما قوله تعالى فيها سرر مرفوعة قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجي أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها أزوكسو بايو يي قرآن آية فيها سرر مرفوعة يلزى القرآن آية وي ابن عباس رضي الله عنه تفسير زاشو سأ مفسر القرآن النار أزيو إتا قرآن آية وتفسير زاشو سأ من بايو جنة استبه دفانات حلو بايو حياش دفانات أخوي من بايو مخزو ياسو كود آباي تحرك مخزو حلا إنجيات حلا بايو حياش لو حايسو إنجياسو بايو كأني بازازو من بزيد دلقان تبايو زكيح بزيد دلقة حل زبرجد بزيد دلقة حل در رواية قد بزيد دلقة حل بايو حياش أخوي كل ما سأم حياش دفانات مرفوعات انتايو كم لأي بيوي حفتي أتاي بزالات انتيو فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم خشو نار جرا جي دفان زاليات إتا دفان لأي مسد خشو نار جرا كم تحي تبتنا نسل وحتمي بايو ثم ترتفع إلى مواضعها وأحيانا يركبون خيولا من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم أزوك السوزة إسحق جروي الله ياشل وحتمي بايو جوجوغاراج ما بي بايو كوني زو ما فيز بحفتي زيتا كوني زالا جوجوغاراج حياتك من بزيد دلقة بايو ياقوت وازكيح بزيد دلقة أينما من زالياج بايو كت زالياج الله ياشل حلو بايو اسحل لبي حتى بجنته يجيز نزال خان نار جرا يش إياج ومرخب خش نار جرا الله زي مري بي بيتي مري مز خطر بي خطر يتي كبحل الله يوافقنا وأهل الجنة جرد مرد في عمر 33 عاما لا تنبت لهم شعر لحية وليس على أذرائهم ولا على بطونهم ولا على سيقانهم شعر إلا شعر الرأس والحاجب أزوك السوزو بايو جنة سؤات بيخلي بايو كل زيوم عمر زيو ساساوا شئشتي عمر بيبو الزالات انتيو شقر أين يلوزالو أي بيومي بايو إلا وا يي انشقرات وا أزوك السوزو أروسا شقر بيقاتي ألا شقراتو البيوم بايو طعامهم وشرابهم لا يتحول إلى الغائط والبول إنما يفيض من جسمهم
عرقا كالمسك ليس كعرق الدنيا. عرق الدنيا يتولد منه الوسخ والقمل. من بايو جنة السمع زالة شوي بايو جنة أحلاسي جنة بزال الشئيات زولة أوازي ستساء ييو لو زالوا يسجو زال زحن واشحد كفون يتناو تميل الله من بينا وتلع حل بايو وزي بينا وتلع حل بايو أحد يوجب يزال وزي أقوي بايو مسك بيم حلف يسوي سال وزي انت يوجب يزال بايو أما الدنيا بينو كان كل أحد زنان نو لازان عنقول من قرب يوجالو أزوكو سو يوجب نزال وزي على نيزخ نيم نارا قراب محين زينا بأسم مجيبل زي فرق بعد رجان تابايو أما الله سبحانه وتعالى أسحلو بي مؤمن زي تياتشما الله بي زمناتشما الله زي مري بي زي تمراتشما نفسي زي حرام لا أبي تادك أيو تيجيز مزاد أما الزياتين روح زي ولي لحد زاد وكذا الله عبادة زي شاتشما الله زي مري بي زي تمراتش لي كل ما كل لحظة أحد لحظة حلفت نميد أحس كنديم حلفت نميد إلا ويتس كنديم تس لا يوجد بلا حلفت نميد بايو. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا نادس عزك يقلني وحديث انت يلو حلوي باي مسلم ورزاشو حديث بي أخاقات جنة سؤاتشو يلو ميكا الحلو حل كل ما سألهم حين تخطمو تميقو أزوكو سؤفيت كان بتين أبراقو أحد أينام لكم لو زالت قاني قميل أزوكو سؤفو كل ما سألهم درمنت بتين أبراقو مراقي لو زال شي بودي بخميل وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا كل ما سألهم يساي واك أنني بتين أبراقو كباتي لو زالو يترخب بخميل يلو حلو بايو حوج كل أحد زنا اتشئي كل أحد زنا نفر زالات انتنا موت مان انت زيفر زيتا موت زيفر موت زيفر مان انت عام غير بلاقة ودلق قطب أخو ينزال انت كي مان زنا انتنا إلا والله جترى حمل يوزلتا خير دلاقة سنة حيسبني من عرقرة أري دلاقة سنة إزاي دزال انت الله رحمة سو بيقران هنا أزوك سوزو نبت كل أحد زنا إلا حدنا قلت نخشوم هنا كل ما سام أفيد كان نجيزم زالات انتنا مراقهم نجيزمو بينا من لي وصوب الجزيرة قصة نادي زناري وتعصو كله كل كبد جديد حتى عبادة بهم إلا الله وزيك لا شيء قبلا عبادة بهم مضيع عبد رجع يبود وزال عمري تاوي بايو أزوك وصوب كباتهم أحد زنام نجيز مزاناتو خلت أنا عمري بايو بس حلو بي حدا بعياش إياتو زي خش خان نار قرما جنة بي فرجت ويجيز مزال خان نار قرا أخبر كل أحد زوم في رجل ما دلاغ زناو غير دلاغ زناو مدلبي تقبل حل والواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من البلدان المخلدين أشرد عالاف بإحدى يدي كل واحد منهم صحيفة من ذهب وبالأخرى صحيفة من فضة الله أكبر أزوك السبايو كل أحد جنة بوزالاش لبيبايو حتى جنة آخر يبوزال لزوزو أسراب أود ألف بلدان مخلدون زايو مخلوقات ما الله جنة أهلا سيو مخادم لي زخلك يموتي مخلوقات حلو بيبايو جنة سؤات مخادم لي موتي زخلقات انت يو حياج ولدان مخلدون يلوزالات حياج بيبايو أحد زو أقل جنة بوزال آخر جنة بوزال لزوزو أركيس حلا بايو حياج خادمات أسر ألف يغنزا الحلا بيبايو حياج أسر ألف زوم حد أينام جنكي ودرر زي بورد باكوتا تعب زي خون كوتا يخشى زال شي كله ياشو فمو بيبايو أزوك سوزو حل بي وي بايو إيجي زيو بي أحد قرب إيجي زيو بي زكيح بزيتا سربيسا إنش إلاح دانو أحد إيجي زيو بي خميت بزيتا سربيسو إلاح ديزالو قنالو بي بايو الله القرآن بمثل لك يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكباب إنزال الله سبحانه وتعالى من بايا حياج ولدان مخلدوناج مين يلوحوا الحياج جنة سؤال شير يلوحوا المي بايو حتى أحد أسو غارزو زبو أساء ألتان والدات حل عنار قيمة غارزو زبو أساء زخادم وساء والدات زخادم وساء أكسي تسير حل فكيف الله أكبر جنة استوبي السر ألفي غنزة لخادمات الناس نخشى زان مكي موشة لي زخل قيمة مخلوقات حل ويزا وساء قلبي أكسي أزوشي إلي تجيز ما عاد والأكواب جمع كوب وهو إناء مستدير
لا عروة له أي لا أذان له أزوك السوزو يجي أن تستبعوي يساج بوزالش إياج حلوي بايو حياج يساج بوزالش إياج خوي بايو وزن زال أينام التاوي بايو ما كل أحد زومي بايو أنكتا يقوم سزالات تيوي بايو وقال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون الله سبحانه وتعالى حياج الله باي يحيات ولدان مخلدونات شرني لوح الربا وحو جنسي بو أباو أزوك صالي قرآن آية بمن الله فإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إلى حيات ولدان مخلدونات حدا بير يزال خان نار جروي إنا وقرزي وأتزياس زوزو إنا وقرزي وخادمات قرزي وي مينات انت يبايو فيت باتي تلمع تايبوي لؤلؤ موي بتين زاشو لؤلؤ كتبه يقوم سيزالات تايبوي باوي أن يطوف للخدمة غلمان كأنهم من الحسن والبياض لؤلؤ مكنون أي لم تمسه الأيدي وهو الغلمان خلق من خلق الله ليس بشرا ولا جنا ولا ملائكة أزوك سو غلمان لزالات حلو حيات قوي أقزك قل لي صفة أين زاليات تايبوي بايو لؤلؤ موي بايو أحد أيام إجزا نكتا لؤلؤك تا يبير نزالات انتيو بايو حيات قوي لا أصو والدات أنتيو ولا ملائكة أنتيو ولا جنات أنتيو بايو الله زخلك أي مخلوقات انتيو بايو أزوك السوزو رسول عليه الصلاة والسلام حديثي بجنة صفة زاشو سامين لالو هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة رواه ابن حبان من بايو يي حديث بي رسول عليه الصلاة والسلام حديث بي يي حديث زي ما دوسى صحابتات بايو بايو هل مشمر للجنة سلامة بينه وبي ما قلته جنة لتفزع خالش فإن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها سلاء تجنة مثال إيلم يكت باقم إيمان قنار جرم أزيو بيان أشفى زقصفة أشفى زقصفة إيلم وقوله عليه الصلاة والسلام هي ورب الكعبة أي أقسم برب الكعبة على أنها نور يتلألأ التجنة بي باي رسول عليه السلام كعب دار الله بيخري بنين ما الله بكل ترأ من لالهم يتجنت وجنت ببايو نور مبي بريركتي ذات نور كتنتي أي فلا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر جنة أكيز يزو كبير ذات انتي جنة مبيرن لا ورح يدخل شائل ولا إير ذات برن يدخل شائل بايو لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا إتا الدنيا بيوي چين ما يدي جازا الكتا يالجنة سبيخ چين ما يدو زاقوه سوزو إيريو ببايو لكن مقدار الليل والنهار يورف بعلامة جعلها الله فيها لكن أخبايو أرتوى ما تزو جنة سؤال جلاي بوزال أستر الله يعشل حمي بايو إذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بحيث لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب فمن أين يكون فيها ظلام بايو اتجنت السبوي بايو حتى زالت حور العين الله سبحانه وتعالى جنة سؤاشلي جنة أبو جاسلي تبزا شيء حور العين وي رسول عليه السلام زائر خانتي نار جرا الله إبني أشلي ما إتا الدنيا كفوين توجي نبر جرا إتا الدنيا وإير موتب إلا وإير مبوا إسابيرن تان نار إلا له رسول عليه السلام أحتي زي متي يكتا الدنيا وإير موتب إلا وإير مبوا تبير نزاد خانتي نار جرا الزوستو بي كم وكم أين حور العينيات حلو كم وكم أين بلدان مخلدونات حلو كم وكم أين غلمانات حلو يبايو من كتب جنة استبيت إلما ينبرها البايو ولو كانت أعين أهل الجنة بالنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة من بايو كيف أحد زومي بايو حوج جنة أتزيل يزو زال بيرنا وي بايو حوج ما انتنا انتنا إيو أحسا كان دي ليه محيجا نفركو مينا إنزنا ضعيف انتاما يي إير ما مخلوق زيتا إير ما حيجة زنفرة خانة نارا جرا جنة ما يبيو حلوف تاخ زالة نور زوما
يي الدنيا إيربي حاجة نار جرا إنزنا بلة إسخانا النار ويبايو إن وا جنة استوى زال برنا ونور زو يبايو لكن الله جنة بو زالاش لي إن ياش لي حلو يبايو إن موي تاخ زال إن ما يكل برنا وحاجة فرق بو زال إن لو ياش لي حلو يبايو لكن الله يعطيهم قوة أضعافا مضاعفة إلى حد يعلمه الله يي إن لو يبايو إتا الدنيا إتا الدنيا زال إنزنا بيملتا جنة هو أزانا جنة هو بازانا إن بيخ إلى و الله يوقع زال كسي إنزنا لله تاخ ياش لحلو يبايو الله أعطى أبصارهم قوة بحيث تستطيع أن ترى مسافة ألف سنة كأنها كف يرونها رؤية ليس فيها اشتباه الله ياش لو حلو يبايو إنزيو بي حتى إنزيو زاد إنه مرة تاخذو يبايو عايتا كسي روح قبل زال محيجة يفركان يبايو كألف مسافة ألف سنة أحد ألفي أمت روحك كيس زالها ومحيجة يفركو بوزال تاخ يست أيو حلو يبايو يي إنزي ولي يبايو يشي إيم زحيجة وساء يشي إي مسا مسا دامو مسا مسا ملتا يشي زحيجة ولي بدين دامو يي كتو ملتا زيحي زيالو بو أينا محيجة ماهو بحيجي بيزال محيجة أينا ويحيجة لو يبايو أحد ألفي أمت روحك بيزال شي إيو يي كتو بيحيج وزال تاخ زال إينو الله ياشل حلو يبايو ووصفها بأنها ريحانة تهتز أقام زوج الرسول عليه السلام بايو وريحانة تهتز لالو أي ذات قدرة كثيرة يانعة أي معجبة المنظر حل بي بايو إتجنة استبه قدرات مي بايو وي زيت قدرات حل بي بايو يلو حياته زي حاجة وساء أحد أبا مرز ومتبه خوي بايو قلب تستوي رخبي بازالو خنا البايو حوج نوقع على كل واحد زنام أباسنا ببكاية زالناج زي حرارينا مزيدين نساء ألها زي دلقي نساء حياش إياش ومتبه حاجة بيزوزو قلبي زنا أي كيسي تسيلا حل وصول من اللي انت أبزح نسوق قاربي من حل أباسي ببكاية بقلال من اللي زيري أوساء تستي ويروح بوكوتا قلبي زي وراحة يقين بوكوتا الله حياش ليم جنة بيوي يكوت ياش ليم حلو يبالي وليس هناك موسم للثمار بل في أي وقت ما تشتهيه تجده فقد قال الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة فإذا كان المؤمن جالسا أو مستلقيا فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة مالت إليه ليأخذ منها ما يريد ثم تعود كما كانت وقد أنبت الله فيها بدل الذي أخذ منها الله أكبر أزوك السو بايو حياج جنة استبع زال خدراتها بسايا سوي بايو الله سبحانه وتعالى صفة زاشي وساء من الهلال لا مقطوعة ولا ممنوعة الهلال وقت زي ما زيتي قوت زيتا كل ما سأم مثلا جاي بزالو بسيات وقلنا بينا قنيا بينا قلنا بزالو جاي بينا قنيا بينا اتا الدنيا بينا يبوت انتا احد بسي وقتي واسا احلا يبقل بازال اما جنة استبه وقتي وايخي لوزال علم كل بسي اينام كل وقتي بيم حل ببالو ازو ما اخوي وقتي هايسو زيتي قجات زيتا ازو قصوزو احد جنة اهلي زو زيتا ابا زب زايزو التان زي قيبال زو ما يبت بإسال قدا أحد بسي رئي موي بايو يتبسي ومبلأو جيزة منار قرا من تقول لحد بايو يتلف إلى وزال باكو فوين أحد أينان تأبوم زلخانة بيروحزو تأب زلاشة بي إلى وزال بأتا يسستي لحد وي بايو يتلفو يتبسي ويقوج حلوي بايو يتبسي ويقوج عوا إلى وأتا يزي تلقب كيسي الله ألاي أتا يزي بي ألاي حيبان بي وي بايو يكوت بيخ ينبري زالات انتايو يكوت يكوزال نعم وسايات بين برزالات تروي بايو ثم إن كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب يي كل جنة جنة سبع زال لفيات قوي قفص من بزيتان تبايو زكيح بزيت قفتات تزال بايو وأشجار الجنة لما تتحرك يصدر لها صوت جميل جدا تميل إليه النفوس وروى البخاري أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها تتفقق بثياب أهل الجنة أن يخرج منها ثياب أهل الجنة يلبسونها بايو أزوكسو جنة استبه زالو لفياي سوي بايو تكاشو أحد قربي كم ألاك فون زو زالو سأوي ياجعو زال تبحل بي بايو
يد أبغى زوقي بايو إن ناوى مقومة سو نفسية أزوق فوق جلزو تلازات أين أنت أبي بايو عوجي أبزح سو فكرت هنا بزال من لين ده زعل أستوزو بيتنا فوق زال محواس من عشر قلبي زيو ينس حال من أنت يين أنت تين بوزال فكر أبزح بيتنا بوزال يين أنت أما الله وجنة بوي لفويات مدين نتلقى بايتي زيو بي نفسيا وجنزو يا سال أين نفسيا ويما خزال أين تبى زالا لفويات وحل يجود بيت أبى زالات لفويات حل بيبايو أزوك كسو بخاري برزاشو بي من لالو جنة بستو بيبي بايو أحد جنة حل لفو حل تبي بايو سمزة طوبة يلزال لفو حل تبي بايو إتا طوبة يلزال لفو إنا وجد رزيبي بايو أحد أبى أحد تعرف زي بي إلى وقتين تعرف زي مليت أخش نهار جرا أحد بقلة أما تكون بيبوردي بحل ميبايو لفو زي إنا وجد رزيبايو ما إتلفوا بينتا جنة سؤاتهم يلبسوا زال إرازي الدرجة زال يبينتا ميبايو فثيابهم منها الحرير والسندس والاستبرق أزوك سو يلبسوا زال إرازو قوي من أين أنت بايو حرير بيز الدرجة أزوك سو سندس واستبرق إلو زال إراز أين راج حلو حياتي متلو ميبايو ومجامرهم الأوتة أي العود وأمشاطهم الذهب أزوك السوزوت تقري فين تبوز على المشتاتهم حلل ميبايو هي تقري فين تبوز على المشتاتهم من مزيد دلقانتا زكيح مزيد دلقانتا بايو وكلام أهل الجنة عربي جنة استبه زال وسؤال السام نوزال عرب سنان تابايو يذكرون الله ويسبحونه ويقرؤون القرآن أما الصلاة فلم يرد لها ذكر من بايو أزوج جنة استبه زالاتو الله يذكر أزوك سو قرآن يقرأ له بايو أما صلاة باق نار جرين بايو صلاة سادو قرآن بيم لا حديث بيم ألدي جلينا بايو صلاة سجدان ميلو زالو ألدي جلينا بايو إيلون بايتين حل باتين بفركم هنا سبب زوم زن دي جلي بايتين وفي الحديث المارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الجنة بأنها قصر مشيد أي فيها قصور عالية مرتفعة في الهواء أزوك سوزو بايو لي جنة استبعوي وقصر مشيد إلى الرسول عليه السلام حديث يستبع يي قصر مشيد بايت زد خشب من انت بايو قلاتش مبي بايو إن مر مكيو يمار حزال أين قلاتش حلو بايو فيز بي قدور قدور زي تياتش ما دوف لأي بزالاتش انت يو بايو عوجي قال مكوان قدير سا كلام انت واتكاشو بوجو قال مخزو إلاي مكانا يفرقين يفرقو ميل أما جنة استبع زالو قلاتش دوف لأي بزالاتش انت يو بايو وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها في السماء 60 ميلا أزوك سو جنة سو أشلي حلي ويبايو حيات مؤمن أشلي من حلي بايو لؤلؤ بزيتا زد لبو بوجوغار أين زيتا يتحلو يي بوجوغارات ماكوي يقوم سيزال لؤلؤ بزد لبو أنت بايو وفي الجنة جنة آنيتهما وما فيها من ذهب أزوك سوزو يي جنة استبعوي بايو حرشات حلو بايو حيات حرشات وقفز بي أمام سزال حرشات حلو بايو وقد ورد في الحديث الصحيح أن الجنة منها ما بناؤه لبن ذهب ولبن فضة أزوك سو جنة استبعي دلت زالو كالات من أينات انتهي بايو أحدزو مثلا بلوكيت بي دلق إلي فرقا لك دي الدنيا زاد روك بي سيمينتو بي أما أزو دي زادو من أين بنت الدلقة زال بايو أحدزو زكيح بخانة نارق الكوتان بزالو ميت بيخون زال انتاوي بايو يكوت بي ميت وازك احوز الدلق قال قبالو بايو وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنان كثيرة رواه البخاري وكذلك يوجد في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أزوك سوء تجنة بيبايو قاراي سمتي بيبايو أبات بي بايتي قار زوستو بي زال يي جنة استو بي زال قاراج أزو قار استو بي كانا نرارا قيرا أبات بي زال سو جنة بايتي يي قار بي كاتي زال سو حتى يي قار زو استو حلو فيلم قار استو بي مان حل مترا أرمي بايو إنا ومقوم السو لني بايو حوجي أبزاك سو قار لك زازا شازال من لين دا يكم سيزال يكم سيلا بتلتامي بلا تاشا كيم بلاي الله سبحانه وتعالى يبين حلوف زيتا جنة بأرد لي ويبايو جنة سؤاش لي وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المار نهر مضطرد أي أنهار جارية قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يغتر
لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الله سبحانه وتعالى يجنة سؤاشوي زراج آشل يوري بايو كورياج حلوي بايو جنة سبي حليا زراج من أين أشنت يبايو يليت سأل أين أشنت يبايو الله مننا القرآن آية بي يي جنة سؤاج بوز زالات الله فرقا في آشل التجنة وعد زالي زالي جنة سبي وي من حل بايلا فيها أنهار زراج حل باوي بايو من ماء مي بزيتا آلسين أزوك سوزو يمي زو ما خوي بايوي ترى حتى قلبه يقول يسأل أين زيت حل بايو وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أزوك سوزو حل بايو حيزر حل بايو روجي حي من أقباما فطم بين فتحة زان من لينتا تكاشو قلعه زا سيبناك ألتان سوشنا يدي جال بايو يي جنة استوبة زالات خوي بايو وروس سوزو زي بلال أين زيتا لم يتغير طعمه إما زم زي التناوات أزيتا وأنهار من خمر لذة للشاربين أزوك سو خمر زر حلوي بايو يي خمر زر زيسا توسا مس جزيو بيوي مركح ويرغب بوزال بايتي تستي ويرغب بوزال أين خمر حلوي بايو يي الدنيا خمر ما شكنا زيتا ما عقل ويقال زال ما مس جزو حرام زيتا أزوك زال أين خمري بنتا بايو وأنهار من عسل مصفى أزوك سو دو سر حل بايو يي دو سر ما خوي بايو قد زليل با صافي زيتا والله حلوي بايو يلا المصفى بايتي صافي زيتا أحد أينام قدام زليل بايتي انت اللبن المذكور في الآية المراد به الحليب والخمر الذي هناك لا يسكر ولا يغيب العقل لا يصدع رأس مر الطعم بل هو لذيذ الطعم جدا والعسل الذي هناك غير عسل الذي تخرجه النحل الزوجة بيزال الجنة بيبايو الدنيا زاد الدنيا بيزال دوس كزال ألتام بيبايو الدنيا زاد دوسو ما ناس انت تبع شو زال نجات انت تبع شو زال بيبايو اما زود زادوخ ازياج تبع شو زال الفان بل الله زي خلك ايه انت بايو ازوك سو رسول عليه السلام حديثي بباتي زيو وفاكهة نضيجة اي ان فيها من الفواكه كل ما تشتهيه النفس ازوك سو زو يي جنة استبه نفسية خشا زاد بسي ايناج فاكهة ايناج حل بابايو كل ما نفسي خشتا بسن زو يكت زو بيت رخب لحلوي بايو وكل ما فيها من الفواكه نضيج وفي الجنة أيضا طيور وغنم أزوك سو جنة استبع حلوي بايو دو ألتان تاي أزوك سو زو أوفات حلوي بايو وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقر بين يديك مشويا ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير من بايو رسول عليه السلام حياته فاسا تصف زاشو ساعة أحد خوي بايو جنة سبع إسار قدا أحد غوفو رقي موي بايو يتأو في تبرزات كذا زر الخيساء أزيعو في مما تنار بيو تبس لما إيقاد يبتي جيبال جير كيلو ما تجيز موا إيقاد خو بيتي روحكو بسول خو بسول زو إيقاد خو بيتي روحكو بي بايو يبحر لي يتأو إسبلاقي بحر لي بي بايو الله سبحانه وتعالى روح يرقب كمي موي بايو حديث بتبر ما تجيز آت بي بايو وقوله عليه السلام في الحديث الماري وزوجة حسناء جميلة أزوك سو مشتاج موي يقوم سيزال مشتاج جنة سلوب حلمي إلى الرسول عليه السلام أزوك سو لا حديث بمن إلى لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين من باب من الحور العين أحد جنة بوزال أبل يبي بايو كل أحد زولم أقل جنة بوزال بيستحل بايو فقد حور العين زيتايو جنة ساب إدوشاتو مشتهاتو الله ياشلح المبارو ورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الضياء المقدسي في المختار أن الرجل من أهل الجنة لا يطوف في الغداة الواحدة على 100 عذراء كأنهن الياقوت والمرجان وجاء في الحديث الصحيح أن الشهيد له 72 زوجة من بايو يي جنة سبع زاد شهيداش لوي بايو الله سبحانه وتعالى يي شهيد المعركة بزموتاش لي سبقنا وقوك يخون زاد مشتاج الله ياشلح لوي بايو ثم سائر أهل الجنة على مراتب منهم من عنده 100 من النساء كل أحزهم بشارس دلقي ودلاغ كتب انتها بايو إسا حداسه بكلي نبرا زاد الحلوي بايو أما
أما أقل زو أقل رغبة زال أقل زو بعدي فيزب ونص تي رغبة زال كوات انت أزوب يانسي خوي ينسون من البايو في الجنة الله يعطي الواحد من الرجال قوة مئة رجل في الشهوة وكذلك في الأكل والشرب ولا يصيب المؤمن فاتور عقب الجماع ولا ينزل منه ملي لأن الجنة ليس فيها ذلك ولكن يحس باللذة دون نزول المني وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر الدنيا وما فيها لا تساوي القمار الذي يلبسنهن نساء أهل الجنة أزوك الصوزو الله سبحانه وتعالى جنة بوزال أبو تاش لبي بايو حوجي بغل أبوش زال تاقو الله ياشلح لبي بايو أحكي أبوش لي جنة بوزال مرتي لبي بايو أزوك الصوزو يي جنة سؤال لبي زال يمشتاسي وي بايو حيي حور العين مشتاشو الله سبحانه وتعالى إنا وقرزي لبي بايو زال زال بو باتي ينفسه زال زال بيو فوت وي بايو جنة باتي الدنيا ما تخل زال بي 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 يما زال انت بي بايو حتى ينفسه زال ما وروسه يقول في البو زال فوت متزو الدنيا تخل زال بشي بي يتوني على بي بايو وهن يلبسن الخمار تجملا لزيادة زيادة في الحسن فوت ينفسه زال وي بايو قرزي العيب قري دبل لا يكتن تاوي بايو والخمار ما تغطي النساء به رؤوسهن ونساء الجنة أبكار أي كلما أتى المؤمن زوجته وجدها بكرا أزوك السوي جنة سؤاج قوي بايو حياج بحمسة قوي بايو يآج قر العين باش بحمسة الله سبحانه وتعالى تراؤوت ياشون يشئ الله أن يحمل يبي بايو أزو جنة السبه كلما هياج حور العين ياج محمسة تراؤوسا شو سأقوي بايو إتا الدنيا بي لقون وزال كتوك نترخ بميل مي بايو وروسا زون مني موضا إلو زال شئين إيلو مي بايو أزو قصو كلما هياج حور العين ياج بح تراؤوتي ساشو بحر لي الله بكري كفون يرقب قيو حلو مي بايو هياج جنة ساكيدو شاشو مي بايو ونساء الجنة أبكار كلما أتى المؤمن زوجته وجدها بكرا ثم مع كثرة أزواج أهل الجنة لا يحصل بين نسائهم تباغض وغيرة وتحاسد لأن الله يطهر قلوب أهل الجنة من ذلك الله سبحانه وتعالى حياج جنة سؤاج لي زاش لي يحور العين ياش ما بين بي وروس وزو حس متاشا أزوك سمتكي نانا إلو زاد شئهم الله ميزر وحق بيهم تاوي بايهم أزوك سو رسول عليه السلام عليه حديث بمين لالو ما في الجنة أعزب من بيت زيونتا أي كل ما جنة بوزالات متين برزال إيلم كل حجوم أبو تشامش تبين برزال تابايو الله سبحانه وتعالى خشنه ونار جرا يي جنة يبوزال أبو تشاش لبالمتا كون أبو تشامش تاش ما الدنيا بإسال وكدا الله زي مره بيت كمر مزا خطر بيت خطر زال وكدا الزيم حق زوتك يحر لازال الزوم حق ذويك يحر لازال يكتب يتوادد زال بزي موتاش خام نار جرا إتا مشتي زوزو بعد انت الله سبحانه وتعالى جنة بيوي حور العين بيم حلوف قور زالي مشتي ياش لحلوي بايو أما أزياج ما بين بيخ يكوزار وغيت رخبو ميل مي بايو ما ناش ما بين بيخ هياج التوافق أنا رجل مثلا مش جزو تعب تاش عزاد خانتي نار جرا إتا مش جزو بحمسة من ذا الجنة بيخونا زالي آج حور العين ياش بحمسة الله يا شحل أما إتا يي الدنيا بإسال كذا زنسا بيزي موتا ألتا زنساتي بيزي موتا خانتي نار جرا جنة بي الله منا شرح البايو حياج كوتاتو وي زنسا بيزي موتاتو يتوادد ما يتناسا كتا الله يا شرح يتوادد كتا يبحر لجنة بي يتناسا وي بايو جنة بي متي بي نبرز على إيلو وي بايو ما لنتا رسول عليه السلام مسلم ورزا شو حديثي بي يي كتو ينزال بيقنا البايو أزوك السوزو يي جنة استبيخ على حب في حبرة ونضرة كل ما سأم تستوى فحني بحنا سان تين بروزال أزوك سوزو تين كيم زلال بني بروا حياتي تين بروزال بايو يسعى من بايو يي حديث زورد الوساء رسول صحابتات بايو نحن المشمرون يا رسول الله بايو الناس انت لك جنة لتبزي تناج بايو فقال قولوا إن شاء الله يسعى من بايو إن شاء الله بلوه بايو يا صحابتات بايو انت الله سبحانه وتعالى سسين النبي تسمني من الله ونا تزالات وشنا الله جل الفردوس فقر زالات وشنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما